لمزيد من التفاصيل حول ملف الانتخابات ينضم إلينا من بغداد الخبير في الشؤون الانتخابية رعد التميمي. أهلا بك سيد رعد. يعني سيد رعد حدثنا عن أهمية حدثنا عن أهمية قرار موافقة مجلس الأمن على إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات، وهل تعتقد بأنه سيكون هناك دور للأمم المتحدة في تعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات؟ نعم، حقيقة الأمر هناك اليوم جدل كبير حول التخوف من وجود كادر رقابي لمراقبة العملية الانتخابية القادمة، خاصة أن هناك خلط بين عملية الإشراف والرقابة، كون أن عملية الإشراف لا يمكن لها أن تتم، وذلك لكون العراق لديه سيادة ولديه مؤسسات سياسية ودستور، وبالتالي عملية الإشراف عادة ما يذهب إليها مجلس الأمن الدولي في قراراته لدعم دولة تسعى إلى الانتقال لمرحلة التمكين السياسي وبناء مؤسساتها السياسية، وهذا لا ينطبق على العراق. وبالتالي هناك دور الرقابي اللي هو مهم، وهو حقيقة هو دوري في كل العمليات الانتخابية السابقة، لكن الفرق الآن هو زيادة وتعزيز هذه الفرق بأعداد أكبر مما كانت عليه في السابق. وأنا أعتقد أن هذه ظاهرة صحية ستسهم في أمرين: الأمر الأول هو الإشراف على مفاصل العملية الانتخابية، وليس فقط يوم الاختراع كما تفضل تقريركم، وإنما ابتداء من التحضير إلى عملية الاختراع، مرورا بيوم الاختراع حتى إعلان النتائج والمصادقة عليه ومتابعة الشكاوى والطعون وغيرها. وبالتالي هذه عملية الرقابة تصدر الأمم المتحدة تقريرها الشامل بعد الانتهاء من عملية الرقابة، وهي لا تتدخل أثناء عملية الاقتراع بأي مفصل من مفاصلها، لأن هذا ليس من واجبها، وإنما الرقابة فقط. الموضوع الثاني المهم هو موضوع إضفاء الشرعية السياسية على نتائج الانتخابات. وعادة بلد مثل بلدنا يعاني من انقسامات سياسية ويعاني من تحديات سياسية يحتاج إلى الشرعية السياسية، وبالتالي أنا كمتابع للشأن الانتخابي ومختص في هذا المجال كنت دوما يعني أنتظر تقارير الرقابة الدولية لكي يطمئن قلبي أنه أضفت الشرعية السياسية على هذه الانتخابات، وبالتالي أصبحت أكثر مقبولية داخليا وداخليا. إذن هذا الاختلاف الذي ذكرته دور رقابي وليس إشرافي. نعم، إذن هذا الاختلاف الذي ذكرته سيد رعد، هل سيحقق نسبة مشاركة أوسع؟ يعني هناك متغيرات عديدة ترتبط بعملية المشاركة الواسعة. أولا مدى الثقة بالهيئة الانتخابية مفوضية الانتخابات، مدى دور وسائل الإعلام منظمات المجتمع المدني في تحشيد المواطنين للمشاركة في الانتخابات، الوعي السياسي للمواطن العراقي وخصوصا للفئات اللي كانت حقيقة عازفة عن المشاركة الانتخابية. وأكو قضايا اليوم كثيرة تشجع على المشاركة الواسعة، منها تغيير قانون الانتخابات والإتيان بنظام انتخابي جديد، الترشح أصبح فردي وبالتالي سيفوز بالمقاعد من يحصل على أعلى الأصوات، وجود رقابة دولية، وجود الكثير من القضايا، وجود مفوضية انتخابات عازمة على تنفيذ انتخابات عادلة ومنصفة ونزيهة. تبقى فقط تحدي واحد أمام العملية الانتخابية اللي مثل ما تفضلتوا هو السلاح خارج إطار الدولة وقضية التمويل السياسي، وإذا تحبون أفصل لكم إياها وما هو الحل وكيف تعالج حتى تتهيئ البيئة السياسية والأمنية لإنجاز الانتخابات. نعم سيد رعد، بالتأكيد في نشرات لاحقة سوف ندقق أكثر في هذه التفاصيل. سيد رعد التميمي الخبير في الشؤون الانتخابية، شكرا جزيلا لك.